ناخذ اللوكال اناسيتكس يا شباب. كملنا التخدير العام وقلنا التخدير العام احنا بنعمل تخدير مع اللوس اوف كونشسنس، فقدان الوعي كامل. الفرق ما بين التخدير العام والتخدير الموضعي انه هنا بنفقد الاحساس في منطقه معينه لوكالايزد بارت، في منطقه معينه في الجسم without unconsciousness، يعني بدون ما يكون المريض ايش؟ فاقد للوعي. وهذا الفرق ما بين اللوكال والايش؟ والجنرالايزد، لانه الوعي هل فاقد للوعي او لا؟ هناك انت بتعمل تخدير لمنطقه معينه مثلا في الجسم على اساس تشتغل في هذه المنطقه فقط، بتلغي الاحساس او الاعصاب الموجوده في المنطقه عن طريق قفل قناه الصوديوم بادويه معينه نتكلم عليها الان. الموضوع كله ريفرنس، الموضوع كله ايش؟ البروبرتيز، ما هي خصائص الدواء او نسميها الخصائص المثاليه للدواء المفترض نحن نستخدمه كلوكال اناسيتكس؟ واحد يجب ان يكون نون ايريتد، لانه انت صعب تستخدم واحد بيعمل تخريج للمنطقه، يعني بتحقنه تحت الجلد مثلا وبيعمل لي ايش؟ تهيج المنطقه. اثنين، دونت كوز اوف بيرمننت دامج للنيرف، ايضا انت ما بتحقنش في النيرف مباشره. صحيح. احنا بنحقن في المنطقه اللي فيها النيرف، لو كان في معنا نيرف برانشز مثلا فبيجي بحقنه من هنا وحقنه هنا وحقنه من هنا عشان وصلت لقريب النيرف، بعدين الخلايا حتى النيرف بتمتص الدواء الى النيرف وبالتالي ايش بيعمل؟ بيعمل لي قفل قناه الصوت. ثلاثة، ضروري يكون سيستميك توكسيسيتي شود بي لو، لابد يكون له تأثير سيستميك قليل. هذه الأدوية الوحيدة التي يجب ألا تمتص للدورة الدموية بكميات كبيرة، يجب يكون امتصاصها سلو ويتم إخراجها من الجسم على دفعات تدريجية، لأنه إذا امتصت ممكن تعمل لي مشاكل هايبوتنشن وتعمل لي تأثير على القلب. وهذه الأدوية الوحيدة التي إذا بدأ امتصاصك انتهى التأثير. غير الأدوية البقية، كل الأدوية إذا بدأ الامتصاص بدأ التأثير، إلا هذه الأدوية إذا بدأ الامتصاص انتهى ليش؟ بكرية. طيب افكتيف، ضروري تكون فعالة عندما تحقن وعندما نعمل ايش؟ موضعية. أيضا الأونست أوف أكشن يجب أن يكون سريع. الديوريشن أوف أكشن قلنا يجب أن تكون فترة كافية تسمح لك بإيش؟ القيام بالعمل الذي تريد، سواء كان خياط جرح، سواء كان عملية صغرى إزالة ورم مثلا بسيط أو حاجة تحت الجلد أو عملية بسيطة في العين، فيجب تكون الديوريشن حقها ايش؟ وهذه من الأشياء اللي بتشوفها الديوريشن أوف أكشن مهم في هذه الأدوية. فبالتالي ضروري إن احنا ندرس الديوريشن أوف أكشن كم كل واحد دوريشن، لأنه في الأخير أنت كم العملية التي تحتاجها؟ 10 دقائق. إذا أنت بتاخذ التخدير الذي ايش؟ هو 10 دقائق، أو المخدر اللي مدته كم؟ 10 دقائق. ما فيش واحد تاخذ ساعات وعمليتك 10 دقائق، لان انت بتعمل مشكله للمريض، فبالتالي تختار حسب الديوريشن اوف اكشن. طيب نشوف تفهم حاجه، شوف احنا ما نركز على الكيميكال الا اذا كانت مهمه، وبالتالي احنا نعطيك الاستركشرات وكذا، متى؟ نعطيك في حاله واحده فقط اذا كان استركشر يعنيني في ايش؟ في الدواء او بتاثير الدواء، فركزوا. عندي هذه الادويه تنقسم الى قسمين، قسم الاميد وقسم ايش؟ الاسترس، وهي مهمه جدا ليش؟ لانه بقول لكم عليها بعض المعلومات التي تهمك. واحد انه تتكون من شقين، شق لايبوفليك وشق هيدروفليك، النوعين. الذي في الحلقه الروماتيه لايبوفليك يعتبر لايبوفليك. لايبوفليك او ايش؟ او هيدروفليك. امانو جروب تعتبر لايبوفليك، تعتبر هيدروفليك عفوا، بينما الاروماتيه تعتبر هيدروفليك، والثنتين موجوده في الاستر وموجوده في الاميد. ايش الفرق ما بين الاستر والاميد؟ هي الرابط ما بين الاروماتيك او اللايبوفليك واللي هي هيدروفليك. ما هو الرابط او السلسله الرابطه بينهم؟ اذا كانت تحتوي على السي دبل بوند او نسميها استر، ولو كانت تحتوي على الان اتش في السلسله تعتبر اميد او امايد. واضح؟ فبالتالي ضروري جدا تعرف هل المخدر استر. ضروري تعرف الاسترز، لانه بقول لك بعض المعلومات التي تهمك عن الاسترز. ليش ضروري تعرف الاسترز او امين؟ تعرف استرس؟ لانه الاسترس يتكسر اول ما يوصل للدوره الدمويه مباشره، يتكسر بنزيم يسمى سودو كولين استريز. تقدر تحفظه استر استريز. اذا السودو كولين، عارف لما تكلمت معاكم بالانجيك والانجيك قلت لكم انه في معنا اثنين من الانزيمات الذي يتكسس اللي هو كولين استريس، في معنى سودو في معنى ترو الحقيقي. الترو هذا موجود في السينابس اينما وجد الايش؟ الاسيتال كولين. لكن السودو او الكاذب موجود في البلازما، له وظائف معينه في الجسم بس يوجد
تتعلق بالار بي سيس وغيرها من بناء الار بي سيس او الجدار الار بي سيس، لكن معه وظيفتين عندنا في الادويه انه يكسر لي اثنين ادويه. الاول يكسر الاستر لوكال انستيتكس، وايضا يكسر دواء ثاني يسمى سكسينايل كولين اللي يعتبر سكيتال مسلس ريلاكسنت، بناخذ ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. هذا يكسرهم الاثنين. طيب ايش هي التكنيك تعرف المعلومه هذه؟ حاجتين، انه احنا التاثير الجسدي الموضعي صح؟ فبالتالي لو كان عندك المريض بيتاثر باللوكال انستيكس او تمتص عنده للدوره الدمويه، افضل حاجه انك تجيبه للاستاس، لان اول ما يوصل للدوره الدمويه مباشره من السودو كولين ستريس يكسره. الاميد لا، الاميد اذا تكسرت الاميد بتكسر بالليما، فبالتالي من هنا بيكون تاثير السيستميك اعلى، لانه اول شيء تمتص للدوره الدمويه، ممكن تجيب لك هيبوتنشن، ممكن تعمل لك كارديوتوكسيسيتي، وبعدين تروح للليفر تتكسر. لكن هذا اول ما توصل للبلد ايش تعمل؟ تتكسر مباشره بالسودو ستريس. السودو كولين ايش؟ استريس. هذا رقم واحد. اثنين، اذا كان في شخص عنده مشاكل في الليفر فافضل شيء انك تعطيه ايش؟ الاسترس. مش السودو تعطيه ايش؟ الاسترس. ثلاثه، احيانا جينيا ما هذا عندكم الجينيا لا يتكون في الليس. فبالتالي لو كان شخص عنده مشاكل في السودو ستريس قليل فيجب عليك الا تعطيه الاسترس لوكال انستيتكس، لانه لن تتكسر، لن يحدث لي ميتابوليزم داخل الجسم، وبالتالي انت بتعطي مخدر وهو بيتراكم في الجسم، لانك انت مش عارف ان الشخص عنده نقص في السودو كولين ستريس، وبالتالي انت تراكم الجسم تعمل لك ايش؟ سميه. فالشخص اللي عنده مشاكل في السودو كولين ستريس يجب ان احنا ما نعطيش لا سكسانال كولين ولا نعطيه ايش؟ استرز لوكال انستيتكس. عرفت الاهميه؟ لماذا يجب انك تعرف هل هو اميد ولا استرس؟ يعني عشان تعرف تعطي المريض الحاجه الايش؟ الاسترس. لا هو مش شرط، الاسترس هي اصبحت قليله جدا. تتكسر الى مركب او مشتقات مركب نسميها بارا امينو بنزويك اسيد او نسميه بابا. تختصروا بابا اللي هو ايش؟ بارا امينو بنزويك اسيد. المركبات هذه داخل الجسم تسبب عندي الرجي. اساسيه. فبالتالي الاسترس تسبب حساسيه. الاميد الحساسيه حقها اقل لانه ما بتكسرش البار امينو بنزويك اسيد. اذا المركب سودو كولين ستريز يكسر الاستر الى ايش؟ الى بارا او مشتقات البارا امينو بنزويك اسيد الذي يعتبر الرجيك او مركب يسبب الحساسيه. طيب ما هي الادويه التي تندرج تحت الاسترس والذي بيكون بحق المركب ان اتش 2؟ صح؟ انتم مش معتادين الاستر سي دبل بوندو. طيب كوكايين بروكايين تتركاين في معنى بنزوكايين. هلا احنا ندرس عليهم الان اهم المعلومات. قلنا الكوكايين احنا اخذناه في الكتاب على المعنى الحين. سمباثو ميميتيك او اندايركت سمباثو ميميتيك لو تتذكروا، كان في معنا ثلاثه، كوكايين وامفيتامين والسوديفيتامين والاثنين. هذا مش كانوا يعملوه، كانوا يروحوا يعملوا اطلاق للناقل الكيميائي للنورادرينال، فبالتالي الكوكايين يطلق النورادرينال، عشان كده احنا ما بنستخدموش الا ايش؟ سيرفيسز سطحية، بنستخدمه في العين، بنستخدمه للنوز، يستخدموا الكوكايين، يستخدموه على شكل حقن، يستخدموه على شكل سنورتنج عشان يحصلوا على النشوة اللي بتسبب ايفوريا. إذا كتخدير فين يستخدم؟ يستخدم في العين والايه؟ والنوز. بروكاين يا شباب تتراكاين، بنزوكاين برضه كمان تتراكاين يعتبر لونج ديوريشن وباشن. لونج ديوريشن. البنزوكاين لا يستخدم إلا سطحية، لا يستخدم إلا ايش؟ سطحية. سطحية يعني سيرفيسز. بمعنى انه اذا في السر في الفم ممكن تجيب له ايش؟ بنزوكاين مع جل بيحطه على الالسر وبالتالي يهدي الالم، لانه الالسر حق الفم يعتبر الم شديد جدا. الان يصير عندي نوكاين او له اسم علمي اخر يسميه ليدوكاين او اكزايلوكاين نفس الاسم. تمام؟ بوبوفيكاين، ليبوبوفيكاين، ريبوفيكاين، فريوكاين، ايتيدوكاين بمعنى ايش؟ روبيفيكاين. وهذه كلها تعتبر اميد. هذه اسماء الادويه وانا قلت لكم اهم شيء عندي انك تفهم انه اميد ولا ايش؟ ولا يسترس بعده. طيب ايش الديوري كلاسيفيكيشن اكوردنج تو الديوريشن اوف اكشن؟ قريت بس ما انا قلت لكم الديوريشن اوف اكشن مهم جدا. مهم جدا. لماذا؟ لانه انت بتختار بعدين المقدر حسب ايش؟ حسب تاثيره. استرس وفي اميد. طيب نص ساعه الى ساعه بيعتبر هذه ايش؟ تعتبر شورت ديوريشن اوف اكشن. نسميها ايش؟ شرط مهم. بعدين ثلاثة بروكاين والبروكاين والبروكاين. ما فيش معك من هذه المجموعة التي تتراكاين من الاسترس اللي يعتبر لونج ديوريشن اوف اكشن ممكن توصل حتى الفعالية إلى ست ساعات. فبالتالي خليك مركز على هذا تتراكاين، لأنه كان
لونج دوريشن 6 ساعات. طيب هنا الانليتس لونج ولا من دوريشن؟ يعتبر لونج دوريشن لما 6 ساعات كثيرة. 6 ساعات كثير. ها؟ أما ساعات كثيرة. أبي مجموعة ثانية. تعتبر هذه كلها اعملها لونج لأن 6 8 نفس الشيء. طيب ليدوكاين من 0.75 يعني من ساعة إلا ربع إلى ساعة ونص. هل يعتبر شورت ولا لونج ولا مودريت؟ شورت. طيب الليدوكاين كلهم هنا مش معاك غير البوبليفيكاين والروبيفيكاين. عشان كده لأنهم لونج دوريشن اوف اكشن ممكن تستخدمهم في السباينال اناستيزيا التخدير النصفي. التخدير الايه؟ النصفي. بعدين بنشرح لكم كيف يتم التخدير النصفي. نيجي لآلية العمل. وركز معي على آلية العمل إن شاء الله أشرح لكم مرة واحدة تكون إيش؟ فاهم الآن. أنا قلت لكم نحكم في العصب صح؟ ممنوع في العصب. طيب يتم امتصاصه وبعدين إيش؟ يؤثر على العصب على مرور الإشارات العصبية بإغلاق قناة الإيش؟ الصدور. بس ركز معي. الأدوية تعتبر ويك بيز كلها، تعتبر إيش؟ ويك بيز. إذا اللوكال أنستيتكس لما نجي نتكلم عن ميكانيزم فاكشن حقها تعتبر ويك بيز. وهذه لها فائدة طبعا لأنها ويك بيز. ركز معي الآن في الخلية عشان تدخل لداخل الخلية هي تعتبر ليبوفيليك ولا هيدروفيليك؟ ليبوفيليك ضروري عشان يمر بالغلاف. طيب تدخل لها هنا في الويك اللي خارج الخلية يعتبر ويك. ويك بيز فبالتالي ويك بيز لا يتأين في الويك بيز يحصل له تأين في ليش؟ في الأسيديك ما يتأينش في الوسط القاعدي وإنما يتأين في الوسط ليش؟ الحامض فبالتالي خارج الخلية يعتبر ايش؟ بيز قاعدي فبالتالي ما يتأينش يدخل لداخل الخلية لما يدخل لداخل الخلية داخل الخلية يعتبر أسيديك طيب الأسيديك هنا يتم يتأين المركب وإذا تأين يصبح يكتسب شحنة وإذا اكتسب شحنة أصبح هيدروفليك ولا ليبوفليك؟ هيدروفليك والارتباط في الموقع هنا داخل الخلية عشان يغلق قناة الصوديوم لا يستطيع الارتباط فيها للذي هو إيش؟ هيدروفليك عرفتوا إيش الفكرة؟ إذا ارتبط بالقناة مباشرة يغلق قناة الصوديوم وإذا غلق قناة الصوديوم أنتوا عارف أن الصوديوم إذا دخل داخل الخلية يزود من الإيش؟ من الديبولاريزيشن يزود من الموجب داخل الخلية وبالتالي مرور الإشارات وبالتالي نقل إشارات الألم إذا إيش بيحصل لما جاء غلق قناة الصوديوم يغلقها من داخل ليش يغلقها من داخل؟ لأنه ما يستطيعش الارتباط فيها من خارج لأنه يعتبر ما زال إيش؟ لايبوفيليك لكن لما يدخل داخل الخلية داخل الخلية يعتبر أسيديك وسط حامل يتأين ويكتسب شحنة ويصبح هيدروفيليك فتستطيع يغلق ليش؟ القناة الصوديوم التي بتزود من الإشارات أو مرور الإشارات الكهربائية وبالتالي نكون ألغينا الإحساس للعصب. طيب هذا الكلام اللي أنا قلت لكم فيه أول إنه يتكسر السودوكولين سيريز ويتحول لمركبات البابا والذي بيسبب ليش؟ الألرجي. طيب الإستاز أنا بالنسبة للإستاز رابيتي ميتابوليزم البلازما كولين سيريز. الأميد are most slowly destroyed by liver microsomes في 450 إنسان. قصة بسات الكروم 450. قلنا الكوكايين إنه بيستخدم في العين والأنف فقط سيرفس غالباً. لا يستخدم بسبب عقد للتوكسيسيتي. نقولنا إنه يعتبر بسبب فاميليتي. طيب توكسيك عارشين على الهارت. ليش؟ لأنه قلنا بيفرز النورك بيفرين. وإنه بيفرين تعرف إنه بيعمل زيادة في ضربات القلب وبيعمل إيش؟ هايبرتنشن. طيب بيمكن يعمل بايلكسيا اللي هو ارتفاع درجات حرارات الجسم. المعلومات اللي بتسمعها عن الكوكايين. طيب البنزوكاين انت بتحصله مستحضرات كلية سيرفيسس في معاه مشكلة انه بيعمل ميثيموغلوبينيميا وبالتالي يعمل ساينوسيس هايبوكسيا يعني تقليل الاكسجين ميثيموغلوبينيميا ايش معنى ميثيموغلوبين هيموغلوبين اللي هو ميثايل في الجلوبين انتوا عارفين في معانا هيموغلوبين الجلوبين اللي هو البروتين صح والهيم ايش الهيم الحديد الحديد فصار اسمه هيموجلوبين الحديد هذا هو الذي يعني على شكل F2 اللي هو في الراس ولا في الرئه في الراس يعتبر ايش في الراس وهو القادر على حمل ايش الاكسجين يتحول مع المركب بعض المركبات الى ميث ميجلوبين فبالتالي المركب هذا الميث ميجلوبين يعتبر F3 ايش الفري يعتبر الفريق غير قادر على حمل الاكسجين المفترض انه في معاه انزيم في الجسم
يحول الفرك الى فرس. هذا الانزيم اسمه سايتو كروم بي 5 معلش 450 اسمه كده. الادويه هذا الدواء ليزوكاين يعمل تثبيت لهذا الانزيم، فبالتالي عند الفرك ما بيتحولش لفرس، وبالتالي يصبح الحديد قليل عند الشخص. اذا اصبح الحديد قليل معناته ما فيش اكسجين، ما بيعملش اكسجين لجميع الخلايا، وبالتالي ممكن يحصل هايبوكسيا بالخلايا. اذا هذا الدواء انتبه له ولا يستخدم عند سيرفيسس. لماذا؟ لانه يعمل بالهيموجلوبين. هذا اهم معلومه عنه. تمام، المعلومه الثانيه يستخدم سيرفيسس. على السطح الليدوكاين. الليدوكاين يا شباب استرولامين. استرولامين زي ما قلت لكم يذكر عنه ليدوكاين ليش نوكاين سايلوكاين. طيب سايلوكاين موست وايدلي يوز اكثر استخدام. لو رحت الطوارئ بتحصل ليدوكاين، رحت اي مكان الليدوكاين منتشر، مراهم منتشر، كريمات منتشر، بخاخ منتشر، فبالتالي بتستخدموا الحاجتين، بتستخدموا الاصابات الرياضيه، بتستخدموا الجروح البسيطه، بتستخدموا الخياط لاشياء كثيره، فهو يعتبر وايدلي يوز متوفر في كل ايش؟ الطرق، طرق الاعطاء للجسم. جود الترنتيف فور دوس الرجي استرس. مش قلنا الاسترس يسبب حساسيه، يعني نستبدله بايش؟ بالليدوكاين حيكون الحساسيه اقل او لا يوجد له حساسيه. مور بوتنت ذان بروكاين بس اباوت ايكوال توكسيستي. مور بوتنت ذان بروكاين، بروكاين استرس. فبالتالي هو اقوى منه ولكن ايش؟ التوكسيستي حقهم تقريبا ايش؟ متساويه. مور سيدتيف ذان افرس، اذا امتص الدوره الدمويه يمكن يعمل لي تاثيرات يعني في السيستميك من ضمنها اللي هو يعمل ايش؟ سيدتيف. البوبوثيكاين لونج ولا شورت؟ وصلت؟ لا. فبالتالي بينفع في حالات التخدير النصفي او التخدير ليش؟ للعمليات. ممكن تستخدمه حتى اطباء الاسنان، ممكن يستخدموه اطباء ليش؟ الاسنان، لكن في معهم واحد الان افضل يسمى ارتيكاين يستخدموه بكثره. طيب نوت تو بيكال افكتفنس موضوعيا سلور اونست اند اور لونجر ديوريشن، يعني لونج ديوريشن اوف اكشن زي ما تكلمنا. ايضا يوري بروبرتو سنسوري اند موتور ديسوسيشن كان بروفايل سنسوري انجيزيا ويت مينيمال ايش؟ موتور بلوك. يعني انه احنا مش معانا اعصاب حسيه واعصاب حركيه، فبالتالي تاثيره على الحركيه قليل. احنا هل نشتي نعمل توقيف الحركيه ولا الحسيه غالبا؟ الحسيه. احنا نشتي الحسيه، الحركيه ما لنا علاقه فيها، غالبا نشتيها تكون شغاله. فبالتالي هو تاثيره على الحسيه اكثر من ايش؟ من الحركيه. وهذه فائده، لكن معاه مشكله انه كارديوتوكس. هذه تعتبر مشكله كبيره جدا له، فبالتالي يستخدم بحذر مع مرضى القلب. الان كيف نعمل ابلكيشن لاديه التخدير الموضعي؟ كيف نعملها اعطاء للجسم؟ زي ما قلت لكم انه ممكن تستخدمها سيرفيسس انستيزيا سيرفيسس، معناته انك تاخذ من المخدر تحطه في القطنه وتحطه على او تعمله بشكل مرهم او بشكل بخاخ، فبالتالي هذا السيرفيسس ممكن تعمله في النوز، ممكن تعمله في الفم اذا في انسر، ممكن تعمله في الجلد بخاخ مثلا في الاصابات الرياضيه وغيرها. هذه واحده والطريقه الاكثر شيوعا. اثنين ممكن استخدم ميدوكاين تتراكاين بنزوكاين اي واحد منهم. طيب الانفلتريشن، شوفوا هذه اسمها انفلتريشن واللي بعد اسمها ايش؟ فيلد بلوك. فيلد بلوك او فيلد ايش؟ او نيرف بلوك. طيب ايش يحصل بالضبط؟ تعال شوف انت كطبيب مثلا بتكون عارف التشريح. طيب اطباء الاسنان يكون فاهم تشريح الفم، فاهم منين جاي العصب منين جاي. طيب هو اذا ايش يعمل لهذا الاسنان يشتغل؟ فبيستخدم الانفلتريشن. فين يجي يحقن هنا وهنا وهنا؟ يجي ورا العصب. فبالتالي تتخدر هذه المنطقه فقط، هذه المنطقه تبقى شغاله، المنطقه تبقى شغاله، من العصب حقها ما تاثرش. هذا نسميه انفلتريشن. طيب لو ايش يعمل لمنطقه اكبر مثلا؟ حدث قطع، ايش يشتغل في اللثه مثلا هنا، ايش يشتغل على الثلاث اسنان هذه؟ ضروري يعمل حاجه اسمها فيلد بلوك. فيلد فمن وين يجي؟ يجي من عند النيرف الاساسي من الجذر الرئيسي، وبيحكم بنفس الطريقه بيجي ورا العصب، وبالتالي شوف خدرنا هذا الغير الاحساس في هذا العصب، معناته تاثرت المنطقه على هذه وهذه وهذه وهذه، فبالتالي اصبح لديك هذه المنطقه كامل تعتبر ايش؟ مخدره. فمكان اين ستحقن فبيتم فيها ايش؟ هذه الانفلتريشن بعد السيرفيسز. طيب الطريقه اللي بعدها السباينال. سباينال تخدير النصف، تخدير ليش؟ النصف. اذا اردت عمل عمليه في الاطراف السفليه مثلا في الركبه في القدم، انت تشتي احساس، ما تشتيش الاحساس ولا تشتي حركه، صح؟
ممكن تمسك له وريد ولا تمسك له عصاب ولا يعني مش يتحرك صح لا طيب مش يتحرك بندخل الابره من طبعا عملها متخصص ما بين فقرات معينه وبندخل وهذا الابيدورال الابيدورال في معاه منطقه الدوره هنا العصب في الحبل الشوكي منطقه الدوره فاحنا بنحكمها ابيدورال يعني قبل المنطقه هذه هذه المنطقه فقط بتخدر لي الاعصاب الحسيه وتخلي الاعصاب الحركيه ايش شغاله فانت تحقن في هذه المنطقه بتدخل الابره لهذه المنطقه وتحقن الدواء في هذه المنطقه اللي هي ما قبل الدوره نسميها ابيدورال ايش نستفيد منها ما هو الغرض الذي نشتهي يخدر لنا الاعصاب الحسيه ويخلي لنا الاعصاب الحركيه شغاله الولادة بدون متى تحتاج استخدام المخدرات الموضعية؟ بس ترفس الأنفسينية نوز مام الاسبري أحيانا في إصابة الرياضية أيضا ميزب سيرجري العمليات البسيطة الجراحية البسيطة يعني إزالة ورم بسيط تحت الجلد خياطة جرح طيب في الإسبانيا لوكال أنستيزيس في حالة الدنتال سيرجري طيب إسبانيا أنستيزيا اللي هو التخدير النصفي وايضا البنزوكاين انت بس تستخدمه على شكل بودر او للالسر وند الموجوده في الماء الاعراض الجانبيه طبعا مش اعراض جانبيه انا لوكال اذا امتصت طبعا هي تمتص تدريجيا وتخرج ميتابوليزم على طول اذا كانت استرس الدم او السودو كولين ستريس اللي موجود في الدم على طول يكسرها فبالتالي ما بتحصلش اي تاثيرات لكن اذا امتص سوى لك تاثيرات ممكن يعمل دراوسنس ممكن يعمل كارديك اريثميا لانكم ليش كارديك اريثميا انتوا عارفين الليتوكاين فين اخذنا الليتوكاين؟ مش اخذناه في الكارديو فاسكولار سيستم انه من ادويه الاريثميا اللي كانت تعالج الاريثميا مش كان معانا كلاس 1 كلاس 2 كلاس صوديوم وكلاس كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 كلاس 4 ايش كان كلاس 1؟ صوديوم شانل بلوكرز مش قلت لكم من ادويه فقرات الصوديوم طيب نيروتوكسيسيتي بيعمل لك ايش نيروتوكسيسيتي؟ ايضا بيعمل هايبر سنسيتيفيتي مره بيعمل هايبر سنسيتيفيتي مور كومن وذ ايستر لوكال انستيتيس اخر حاجه تحتاج استخدام الإبنفرين أو الأدرينالين مع هذه الأدوية تحتاج حقن الأدرينالين مع هذه الأدوية ما الغرض من إعطاء الأدرينالين أو الإبنفرين مع هذه الأدوية؟ لغرضين يا شباب أول شيء بيقلل يعمل فازو كونستريكشن بالتالي بيقلل من امتصاص الدواء إذا قللت امتصاص الدواء قللت السايد افكت واثنين عمل بتزود الفعالية ليش؟ لأنه كان امتصاصه بطيء فبالتالي يبقى في المنطقة لفترة أطول لكن تنتبه في حاجات خطيرة جدا الادرينالين خطير صح دي معك مشاكل خاصة في طب الأسنان إذا جالك شخص عنده مشاكل في القلب صعب تستخدم الادرينالين فرض الادرينالين نفسه يمتص اثنين إذا جالك مع عدوى ممكن يتداخل مع بعض الأدوية ادرينالين بالتالي يزداد السايد افكت ثلاثة انتبه تحقن ادرينالين في اند ارتريز اند ارتريز يعني نهاية الوريد هذاك في النهاية وبتحقن ليش في النهايه؟ لانه خلاص ما عاد فيش عندي تزويد، طيب لو حقنته في الاصبع هذه مثلا هذا الوريد هنا ضيق صغير جدا، انت تعمل له ادرينالين ايش اللي بيحصل؟ بيحصل فازو كونستركشن ينتهي التزويد بالدم للمنطقه الاخيره، ايش بيحصل؟ بيحصل نيكروسس جانجرين واذا حصل جانجرين خلاص فات العمر كيف نعيده؟ اذا حصل واحد غلط وحقناه في الاخير درجة تيلر جو رفعية بس ايش اسم الدواء الذي نحقنه عشان نرجع للحالة اللي هي لوكالايزد اسكيميا نسميها لوكالايزد اسكيميا ايش اسم الدواء في دلنا مين عشان يعمل تضييق لوعية دموية على اي مستقبل يشتغل على الفول على الفول انا شفت في الفول زايلو إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.